في الجزء القادم رح نتكلم عن الأختام واستخداماتها. أعطينا فكرة عن الأختام بشكل عام بعدين منفوت للصور. الأختام هي عمليا مثل الختم، ختم وخاتم هي نفس الكلمة في كثير لغات قديمة، حتام مثلا في العبري، بمعنى أنه في الفص الخاتم هذا اللي بنقول له، اللي بيلبسوا السيدات بشكل كثير وكمان الرجال، هذا عادة يعني يشكل مثل إظهار مسؤولية الشخص أو سلطة الشخص نفسه. فعلى الخاتم، يعني الختم من فوق كيف رح نشوف، كان يكون مكتوب أو اسم الشخص أو اسمه وعمله، مثل ما رح نشوف كثير منهم بشكل نطلع عليها بشكل سريع. ولكن لاحظوا أنه لما بيكون في تنظيم وإدارة بحاجة للمسؤولين يستخدموا هاي الأختام حتى يعني يثبتوا في التجارة، في الإدارة، في بلاط الملوك، في القانون، في الحياة الاقتصادية والتجارية، لتوقيع الشهادات، ومن بعد ما يكتبوا الشهادة أو الأمر أو العقد فبيختموا بهذا الختم. عادة بيستعملوا مادة اللي هي بتنشف، يعني مثل الفخار اللي هو طري، بعدين صاروا يستعملوا مثل الشمع، ولكن في الأول كانوا يستخدموا الفخار، رح نشوف أمثلة عنا. فبيختموا أما بينشف، بيتركوا شوي تينشف الفخار، وبيكون هذا تثبيت، لأنه إن كان انكسر الفخار إذا وكأنه حدا فتح هاي الشهادة أو يعني أراها، فهذا وكأنه تعدي على الملك، اللي هذا يسمى يعني وكأنه التوقيع اليدوي للملك اللي بيفرجي هويته ونسبه ومكانته، وبيثبت المستند ومصداقية المستند مجرد بهذا الختم. وطبعا بتظهر سلطة الملك وملكية الموضوع، يعني هذا ختم شخص مهم جدا تعطي مصداقية للموضوع. نعم. طيب رح نعطي بعض الأمثلة بسرعة. تفضل. وأكثرها وجدت في بلادنا، أكثرها وجدت في بلادنا في المدن الكبيرة. بنبدأ في ختم شيء مع عبد يربع عام، ممكن يكون يربع عام يعني الأول أو يربع عام الثاني. يظهر لما بيكتبوا عبد، مش معناته عبد المعنى خادم، بيظهر أنه لأنه العبد ما في عنده ختم، فيظهر أنه هذا أحد من المسؤولين في عهد الملك يربع عام الثاني. وهذا برضو اكتشفوه في حفريات ما جدوا، يعني في أماكن جدا حفروها بشكل دقيق جدا، والكتابة بالخط العبري القديم، من فوق مكتوب لشيمع ومن تحت عبد يربع عام، عبد يربع عام نفس الإشي مثل العبري مثل العربي. كمان واحد جميل، ختم ملك حزقية ملك يهوذا، وبرضه من فوق مكتوب لحزقياهو ملك يهوذا، بتعبير السلطة زي الشعار له على اليمين. فمن نلاحظ انه هذا الختم نفسه، هذا يعني الدمغه نفسها اللي يمكنكم شايفين، هي مجرد سنتي يعني، ولكن لها كثير اهميه، سنتي لانها الختم صغير. من وراها في كمان ختم مشهور لشخص اللي هو كان كاتب في اواسط الملكين، كان مهم في الكتاب، وكان اسمه جماريا بن شفان. ممكنكم لاحظين تحت انا حاطط كمان انه هذا الشخص مكتوب في الكتاب المقدس، مخدع جماريا بن شفان الكاهن في الدار العليا. الدار العليا معناها انه هو في الطبقات الراقيه من المجتمع في 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 اورشليم في ارميا 36، ولقوه في مدينه داوود، يعني في منطقه القدس القديمه اللي بتعود لفتره الملوك. كمان ختم معروف اسمه يرحم ال ابن الملك، والشيء الحلو انه كمان في ارميا 36 مذكور بهذا الاسم، يرحم ال ابن الملك، واحد من اولاد الملوك اللي هو
يعني طبعا كابن ملك طبعا عنده الختم تبعه، وكمان نفس الشيء من فوق بيكون اسمه ومن تحت لقبه عادة يرحم ال بينها ميلخ ابن الملك. إذا بتحب أكمل في الأختام لا يعني انا الحاجه الملفته للنظر انه في كذا كاتب مذكور في العهد القديم وبالذات في اصفار الملوك، ولكن هون الشيء الجميل عم بحدد كل ختم بالفتره الزمنيه. يعني شفنا ختم جمريا بن شفان في ارميا 36 كمان كان كاتب، وبعديه يرحم إيل يعني الله يرحم ابن الملك، نعم. كمان في نفس السفر في نفس الإصحاح أرميا 36.